ما بشوف إنسان أذكى ولا أعقل ولا أنجح ولا أقدر على مصلحته مما يدخل الساعة هاي بحسابه اليومي. اليومي الصفقة بترضي الله؟ لا، بلاغة. بس في 2 ملايين ربح بلاغة تحت قدمك في مادة محرمة، لأنه هالسهرة بترضي الله؟ لا ما ترضي. مختلط نساء كاسيات عاريات بأبهى زينة، يقول لك مجتمع، هذا مجتمع حضاري. نحن المسلمين عندهم عقد، هذول الطرف الآخر حتى يبرروا أعمالهم الإباحية، نحن عندنا عقد. سهرة مختلطة، صفقة فيها مادة ممنوعة، سفرة إلى بلد في تفلت. المؤمن في عنده كلمة نو، لا. إذا ما عندك لا ما لك مؤمن. أنت سبهللة بتقبل كل شيء، أي سهرة، أي عزيمة، أي سفرة، أي وظيفة، بدك مصاري بس. هذا الناس هلا بيكون في خطر بالوظيفة، بيكون فيها إيذاء للناس، بيكون فيها مواد مسرطنة. أخواننا الكرام، أكثر غلط، أكبر غلط يقع به المسلم تصور غلط أنه الدين صلاة صوم حج زكاة. لا، اسمعوا الكلام الدقيق. يؤتى برجال يوم القيامة لهم أعمال كجبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا. قيل يا رسول الله جلهم لنا، دققوا. قال إنهم يصلون كما تصلون ويأخذون من الليل كما تأخذون، يصلوا بالليل، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها.